في هذا الإفطار هو الإفطار السنوي الأول لجمعية جمع، وهدف اللقاء هذا كله أنه لجمع التبرعات لنوصل للمحتاجين، نشيلهم من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء، نعمل لهم دورات تدريبية ومساعدات عينية. يعني بتعرف الأمور كلها عبر برامج وقصص ممنهجة وبرامج تعليمية وهيك شغلات. وإن شاء الله كل سنة وأنت بخير، وبتشوفنا بشغلات تانية أجدد عبر بالجمعية إن شاء الله. بشهر الكريم تنزل بركات على كل الناس، ونحن هذا الإفطار عملناه من وحي شهر البركة، وشو بيقدر نحن نقدر نجمع للإنسان المحتاج أو اللي بده مساعدة أو بده أدوية. بهدفنا بهذا الموضوع، هدفنا أن نطعم الفقير، وإن شاء الله نحن لقاءنا هذا الأول حيبرمج لقدام على أوسع. وأهلنا ومجتمعنا، نساند بعضنا بعض بكل وجود الدعم والمساعدة، لنرتقي إلى المعنى والجوهر الحقيقي للرحمة والعطاء. ومن هنا شاكرا دعمكم لهذه القيمة الإنسانية يا أصحاب الأيادي البيضاء والممدودة التي تعطي وتدعم بالخفاء. أدعو كل مقتدر أن يتبرع لهذه الجمعية بما تجود نفسه، مذكرا نفسي وإياكم بأن الحسنة بمائة حسنة في هذا الشهر الفضيل، والله يضاعف لمن يشاء. والجمعية تقوم بخدمات عديدة للمحتاجين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كما أن الجمعية بصدد العديد من المشاريع والخدمات الجديدة للعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين، لنقلهم من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء. لبنان لن يكون هناك أبدا وطن بوجود هذه الطبقة السياسية الحاكمة. عسى أن نخرج جميعا من انتمائنا المذهبي والطائفي والحزبي، ومعرفة أنه يجب علينا رفع شعار أن الفاسد لا دين له ولا انتماء مذهبي ولا طائفي، يجب محاسبته لأنه هو عالى على تنظيمه السياسي، ويجب على تنظيمه السياسي أن يحاسبه. فجمعية جمع تجمع ولا تفرق، هنيئا لكم بهذا الاسم. وهلا يا جمعية جمع، حبيت احكي شو انت وين ما كنتي، للتنمية اسمك انا حييت، يمكن لانك بيتنا صنتي، فيك البناء ان ما عمر بيت، مداميك للاخلاص كونتي، مثلك أنا بالمنطقة ملقيت، حدود العطا بالذوق صونتي، لعندك أنا جاي على السكيت، انحطيت اسمك مع اسامي كتار وعملت قرعة بتطلعي انتي.